موجة حب لدعم مصر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنبدأها من السعودية دلوقتي، نشوف بيان باسم الجالية المصرية السعودية بتعلن فيه تأييدها الكامل للقيادة السياسية في مصر. نروح نسمع المهندس علاء ثروت منسق حملة علشانك يا مصر. معاكم علاء ثروت خليل، بكلمكم من المملكة العربية السعودية، وبالنيابة عن آلاف المصريين بيعملوا في المملكة العربية السعودية علشان يقولوا تحيا مصر بالعمل مش بالكلام مش بالهرتقة، بنبعث رسالة تأييد لقواتنا المسلحة الباسلة ورئيسنا الوطني الشهم. قواتنا المسلحة مع رئيسنا اللي عدوا بمصر في زمن الصعب، عدوا بينا من زمن الفتن، حطوا مصر على الطريق الصحيح. مصر النهاردة اللي بيحاولوا يهزوا استقرارها، لكن هم واهمين، ما يعرفوش عظمة الشعب ده، ما يعرفوش عظمة شعب حاسس ان قائد بيعمل ليهم للنهار، شعب عارف ان قائد بنى ليهم طرق جديدة، بنى ليهم مدن جديدة، بنى غير حياتنا. احنا فاكرين الايام الصعبة، قطع الكهرباء وقطع المية وقطع الطرق، واحنا شايفين النهاردة، شايفين مصر بتنور ازاي، شايفين العالم بدأ يرجع لمصر ازاي وهي بتقود افريقيا، والسياحة بتنتعش، والحياة في مصر بتحلف يوم بعد يوم. احنا بنقول لك يا ريس كمل، احنا عارفين كل ده، احنا بنقول لك يا ريس كمل اللي جاي، احنا هنصبر، واحنا صابرين، احنا واثقين فيك جدا، واحنا عارفين ان الخير جاي باذن الله على ايديك وعلى ايد قواتنا المسلحه، واحنا بنقول رحمه الله على شهداء الوطن والفردوس الاعلى، ان شاء الله سكنهم اللي ضحوا بارواحهم علشاننا من ابناء الجيش وابناء الشرطه. احنا عارفين كل ده، وبرضه عارفين ان المأجورين والخسسه واللي باعوا نفسهم بيعملوا ايه، لكن احنا متأكدين ان ولا حد فينا سامع ليهم، وكلنا واخدين كلامهم على محمل ان هم تافهين، ان هم مجموعة المأجورين اللي ولا هيحركوا فينا ساكن. كمل يا ريس، مصر كلها وراك، كمل يا ريس، شعبك بيحبك، وراك جيش وطني قوي بيقول تحيا مصر بالعمل، تحيا مصر بالإنتاج، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.